إلهي إلهي يا عالما بالخلق قبل تكويني رجوتك يا إلهي بالنار يوم الحشر لا تكويني إلهي إن أذنبت فلي أمل أن تغفر زلات المساكين. ونختم الحديث بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا مولانا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. بارك الله فيكم. شكرا. نورتم المكان يا دكتور. الله بارك الله فيكم. ألف ألف شكرا. بعد هذا الأداء الجميل لمولانا الشيخ عبد الستار وهو معاصر للمكان وجزء منه، يمكن احنا في حاجة نستعيد بعض التفاصيل الخاصة بسيرة السلطان اللي بني أو اللي فكر أو شرع أو دفع القوم إلى بناء هذا المعمار الرائع، وخاصة نحن نقترب الآن من النافذة اللي بتطل على القلعة، على ميدان القلعة، رغم إنه الحياة قدامنا بعربياتها بناسها بضجيجها، لكن بنشعر إن في بيننا وبين الخارج مسافة. يمكن من المناسب نتكلم عن السلطان حسن في هذا المكان. السلطان حسن أحد أبناء الناصر محمد بن قلاوون. الناصر محمد بن قلاوون حكم على ثلاث مرات حوالي 45 سنة، وتعاقب أولاده. عادة كان السلطان لما يموت ابنه اللي بيحكم بعده. المرجع بتاعي وأنا أطل على العصر المملوكي أو أعايشه، لأن في كتير من تفاصيله ما تزال مستمرة حتى الآن، بدائع الظهور في وقائع الدهور لمحمد أحمد بن ياسر حنفي وخطط المقريزي وابن ثغر بردي والمصادر التي عاش أصحابها في هذا العصر. قبل ما يجي السلطان حسن كان لي أخ اسمه المظفر حاجي، كان شاب صغير. المظفر حاجي ما حكمش كتير، إنما كان ظاهرة غريبة جدا أنا توقفت أمامها، لأنه كان يهوى النساء ويهوى الثروة، وكان طايش بيحب الحمام. كان بيعيش في القلعة اللي خلفنا دي، وكان همه الأول والأخير أنه يربي الحمام. فبلغ به الأمر من عشقه للحمام أنه كان يعمل للحمام حلقات من ذهب يحيط بها أرجل الحمام، وكان بيطير بنفسه الحمام، وانشغل بالحمام عن أمور الدولة، إلى أنه بلغ به الأمر في يوم من الأيام كان بيطير حمام من القلعة، وكان وقت الظهر، فالأذان بيتصاعد من المدينة إلى السماء، فلما بدأ المؤذنين يأذنوا الحمام انزعج أو اتخض، فأمر بإبطال الأذان في البلد. نوع من الطيش ونوع من الغرور والإحساس بالقوة اللي بيؤدي إليه الحكم، ودي مشاهد كتير جدا هنشوفها في العصر المملوكي. الأمراء خلعوه
قرروا خلعه لأنه كانت الحالة زادت جدا وما استحملوهوش. فالأمراء قرروا خلعه. عادة بيبقى في سلطان، ابن السلطان الكبير بعد ما السلطان القوي بيموت ابنه الصغير بيحكم، فالأمراء بيولوا الابن، ويبتدي بعض الأمراء الكبار هم اللي بيديروا دفة الحكم من الخلف، يعني بتعبير معاصر بيبقوا مراكز قوة. فلما خلعوا الأمراء بعتوا استدعوا الخليفة، الخليفة العباسي كان بيعيش هنا في حي الخليفة ابن جامع السلطان حسن، وكان الخليفة العباسي اللي جابوا الظاهر بيبرس بعد سقوط بغداد وأصبح مقره في مصر. الخليفة العباسي ده أصبح زي اللعبة في إيد السلاطين وفي إيد المماليك، يستدعوه لكي يخلع السلطان، وبعدين يستدعوه مع القضاة الأربعة للمذاهب الأربعة عشان يولي السلطان. المهم الخليفة جه، هو كان تحول إلى موظف في الدولة، وبلغ به الأمر أنه في بعض الأحيان كان يبعت للسلطان يقول له أرجو زيادة صرف راتب اللحم والخبز اللي أنا بعيش بيه أنا وولادي. جه السلطان فنصبه السلطان حسن. السلطان حسن كان في ذلك الوقت عنده 13 سنة. الأمراء الكبار جعلوه سلطانا، ولكن حجر عليه في الحريم. هو كان اسمه الحقيقي قماري، كان اسمه الأمير قماري، لكن لما جم ينصبوه سلطانا قال لا أنا اسمي حسن، فأصبح اسمه الملك السلطان الناصر. الناصر ده كان لقب أبوه، السلطان الناصر حسن. قعد 3 سنين في الحجر يعني في الحريم، وبعدين لما بلغ سن الرشد ثبت أمره وأعلن رشده، فتصرف في الحكم لمدة 9 شهور وبضعة أيام. حصل خلاف بينه وبين الأمراء، أو أن الأمراء بعض الأمراء شكوا أنه هو عامل حيلة لكي يقتلهم، فقرروا أن يسيبوا عليه. ومن أكثر العبارات اللي بترد في كتب التاريخ سواء ابن إياس أو غيره، ولبس الأمراء آلة السلاح وأطلقوا النفير حربي ووسبوا على القلعة، يعني على مركز الحكم. القلعة كانت بتشكل مركز الحكم، إذا سقطت على طول النظام كله ينهار والسلطان خلعوا الملك الناصر السلطان حسن، وولوا أخوه الصالح، ودارت الدورة. بعد فترة خلعوا أخوه وعاد السلطان الناصر حسن إلى الحكم. كثيراً أنا بحاول أتخيله، يعني بتخيل لما جه القبة هنا وتفقد البناء، بتخيله يوم الافتتاح لما افتتح المسجد. هو شرع في بناء هذه المدرسة، كان مطرحها قصر الأمير يلبوغة وقصور أخرى، اشتراها وبدأ يبني هذا الصرح المهيب اللي احنا شفناه مع بعض. في ناس بيقولوا انه لقى كنز صرف منه على المدرسة، يعني وحكاية الكنز دي عايشة لغاية دلوقتي في الدرب الأحمر. كثير من الأهالي كانوا بيكلمونا على انه في كنوز مدفونة وممكن تظهر في أي وقت، أصحاب المسجد بيدفنوها عشان يتم الإنفاق منها على المسجد. إنما طبعا ده نوع من الأساطير ونوع من الأوهام، لأنه المسجد ده كان موقوف عليه مدينة قها بأكملها عشان تصرف عليه. الملك الناصر الحسن أنا كما قرأت أوصافه كان طويل، شكله عربي، عنده نمش في وشه، وكان حسب أوصاف المؤرخين ميالا إلى الخير لو تمكن من ذلك، يعني ما كانش يؤذي الرعية، إنما لو تمكن من الحكم كويس كان. وبالتأكيد اللي بنى هذا المسجد والمدرسة العظيمة دي كان إنسان مش عادي. دارت الأيام وحصلت فتنة، ووسب الأمراء الكبار على السلطان الناصر حسن، وتصاريف القدر الغريبة إنه اللي بنى هذا الصرح كله عشان يدفن فيه عشان يخلد اسمه قتل. بعد مصادر التاريخ بتقول انه دفن في كيمان القاهرة، يعني في مقالب الزبالة بتاعت القاهرة، وفي مصادر اخرى بتقول انه غرق في النيل، وفي مصادر ثالثة بتقول انه قطع ولم وفرق جسده. المهم انه لم يعصر له على جثة،
وبالتالي أصبح هذا المثوى خاليا منه. كل هذا البناء هو عمله كان هدفه أنه ينام نومته الأخيرة هنا، لكن اضطرابات السياسة واللي شافته مصر في ذلك الوقت من مؤامرات وقتل في النهاية ولم يعصر له على جثة، وبقي المكان لا يرقد فيه إلا ابنيه، وهناك شك حتى في أنهم موجودين فيه، باب المقبرة من هنا، وبقي بيت الله اللي هو المدرسة والمسجد مفتوحا حتى الآن، وتؤدى فيه الصلاة وشعائرها ويذكر فيه اسم الله، متجاوزا المحدودية الزمنية للإنسان ولكل الأهداف المؤقتة. من الأمور اللي أنا دائما كنت أفكر فيها اسم المهندس اللي صمم هذه العمارة اللي تتباهى بها مصر الإسلامية في مواجهة أهرام الأسرة الخمسة. اسم المهندس فضل مخفي، لا أحد يعرفه إلى الأربعينات، لغاية ما جه الله يرحمه ويحسن إليه الأستاذ الأثري حسن عبد الوهاب، وهو الذي كشف عن اسم المسجد. اسمحوا لي ان احنا نروح المدرسة الحنفية نشوف اسم المهندس شادي العمائر اللي بنى هذا التصميم كله، ازاي خبى اسمه وازاي ذكره مقترنا باسم السلطان في حتة فضلت مستخبية حوالي 700 سنة لغاية ما اكتشفها حسن عبد الوهاب. ما ظنش ان في اي وصف او اي كلام، ما ظنش ان في شعر يعبر عن حقيقة هذا التكوين، لانه هذا التكوين في حد ذاته شعر، شعر بالحجر، شعر بالخشب، شعر باللون، شعر بالصدف، شعر بالإشارة، شعر بالرموز، شعر بالحضور، شعر بيتسرب الينا. اجمل مدرسة من مدرسة ومسجد السلطان حسن، فيهم أربع مدارس للمذاهب السنية الأربع، أكبرهم وأجملهم المدرسة الحنفية دي فسائية. احنا في المنور المأذنة القبلية اللي هي أعلى مدنة في موجودة حاليا 84 متر، هي بتعلو المدرسة الحنفية. بالمناسبة كان في مشروع لأربع مآذن يتبنوا على الأربع أركان الأصلية للجامع، لكن في واحدة منهم سقطت اللي هي فوق الباب، فاكتفي بالمأذنة القبلية العالية والمأذنة الشمالية اللي أقل منها في الارتفاع الموجودة حاليا. لكن أنا مش جاي هنا عشان المأذنة ولا عشان تفاصيل المدرسة الحنفية، هنا في العمق في آخر مرحلة في الظل حاجة مهمة جدا ظلت مجهولة لغاية يوم 14 نوفمبر 1944. دايما كان المؤرخين والمهندسين بيسألوا مين اللي بنى هذا الصرح المعماري العظيم، مين اسم المهندس، كانش حد يعرفه، ولا لجنة حفظ الأثار العربية ولا هرتز باشا اللي أشرف على ترميمها ولا أي حد. هنا أنا بتذكر حاجة من معبد الدير البحري في الأقصر. معبد الدير البحري من المباني المعمارية العبقرية اللي صممه للملكة حتشبسوت المهندس سنموت، واحد من عباقرة البناء المصري. لما حب يسجل اسمه عمل ايه؟ دايما اللي بيبني مجهول، احنا لغاية دلوقتي ما نعرفش مين اسم المهندس اللي صمم الهرم. فكان بيجي في معبد الدير البحري الباب بيفتح كده، فيجي على خلفية الباب ويكتب اسمه من الخلف سنموت، عشان يسجل نوع من انه هو صاحب الحق في المكان. نفس الشيء حصل في مدرسة السلطان حسن. أنا هبتدي لغاية ما نرسى ونشوف اسم المهندس في شريط من الكتابة الكوفية المورقة. هذا الشريط قرأه واكتشف فيه اسم المهندس المرحوم حسن عبد الوهاب كما ذكرت من قبل. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم، إلى قوله تعالى وما هم منها بمخرجين. اللهم يا دائم لا يفنى،
يا من نعمه لا تحصى. هنا بقى دعاء لا تحصى، أدم العز والتمكين والنصر والفتح المبين ببقاء من أيدت به الإسلام والمسلمين وأحييت. هنا الكتابة اختفت من هذا الجزء وتستأنف هنا بحيث نقرأ حسن. طبعا قبلها كان في اسم السلطان ابن مولانا السلطان، طبعا بعدها الناصر محمد بن خلوون. عنه على ما وليته وخلده في ذريته، هنا على ما وليته وخلده في ذريته كتبة تحمو دولته. هنا لفظ مش مستخدم الآن استخدام شائع، كتبة تحمو أي أن هذه الأدعية مكتوبة لحماية دولته. دولة مين؟ دولة السلطان حسن. وقد كتب تحمو بدلا من تحمي، وممكن ده يكون خطأ وممكن يكون لغة من لغة العصر. نفس الخطأ قريناه قبل كده في الجملة بتاعت يا دائم لا يفنى يا من نعمه لا تحصى بدل من اللي عمل ألف. المهم أنه بنكمل عشان نوصل إلى الاكتشاف المهم اللي هو في هذا الركن. عنه على ما وليته وخلده في ذريته كتب التحم دولته وشاد عمارته محمد بن بيليك المحسني. آخر حاجة في شريط الكتابة تنتهي بالزاوية، وشاد عمارته محمد بن بيليك المحسني. بيليك يعني السعيد، كلمة تركية يعني السعيد. هذا هو اسم المهندس الذي صمم وأشرف وبنى مسجد ومدرسة السلطان حسن. ذكر اسمه في هذا المكان داخل المدرسة الحنفية، أجمل وأكبر مساجد المدارس المنشأة، وظل اسمه مختفيا مجهولا حتى يوم 14 نوفمبر 1944. اللي بنوا مجهولين، اللي نقشوا مجهولين، لم يتركوا لنا إلا أصداء أنفسهم في النقوش وفي الزخارف وفي الكتاب. ولحسن الحظ أن الذي شيد هذا الصرح المعماري الفذ، الذي شيد هذا البناء الذي لا مثيل له في العالم الإسلامي، ترك لنا توقيعه هنا شادي العمائر. شادي العمائر يعني المشرف على بناء العمائر، كبير المهندسين، محمد ابن بليك الحسني. نلاحظ ان اسمه ذكر في نفس الشريط اللي ذكر فيه اسم السلطان صاحب المكان، وهذا يعني انه كان شخصية قوية جدا وله مكانة. انا سعيد جدا، سعيد جدا، لان الاسم ليه دلالة مهمة جدا. والله كنت هكون حزين جدا لو ما اعرفش اسم هذا المهندس العبقري اللي بنى هذا المعمار اللي بيسيب فيه كل هذا الأثر. أنا سعيد أنه المهندس خد فرصة وسجل اسمه في هذه الزاوية المنسية اللي فضلت منسية عمر البناء لغاية ما اكتشفت قبل ما اجي أنا إلى العالم بسنة. أنا اتولدت سنة 45 واكتشف هذا البناء في 14 نوفمبر سنة 44. دايما لما باجي هنا وانا خارج يتعلق نظري بالاسم السلطان. انا عارفه الايه القرانيه انا حافظها، لكن اسم المهندس اللي بنى هذا المكان واللي اتعرف اخيرا، دايما انا كاني بودعه او بسلم عليه وبتمنى ان انا اشوفه تاني. ادخلوها بسلام امنين. دائما المداخل بيبقى عليها ايات قرانيه توحي بالطمأنينة وبالسلام. المعنى هنا لازم، لأن احنا داخلين المستشفى، يعني على المكان اللي هو خاص بالعلاج واللي كان ملحق وجزء من المدرسة. على باب المستشفى
بتذكر على طول المعبد المصري القديم. المعبد المصري القديم ما كانش مجرد مكان عبادة، كان مكان علم ومكان علاج ومكان بحث ورصد للفلك، وهذا مضمون مصري بيتجسد أيضا في مدرسة السلطان حسن. المستشفى ملحق بالمدرسة والمسجد، المدارس الأربعة لدراسة المذاهب الأربع بينقسم إليهم أهل السنة. كان في جزء من الوقف خاص بتحفيظ القرآن للطلبة اليتامى الذين فقدوا الأب والأم، يحفظوا القرآن ويتعلموا الشرع ويتعلموا العلوم وينفق عليهم إلى أن يكتسبوا مهنة يستطيعوا أن ينفقوا منها. لكن هذا الجزء الذي ندخله الآن هو جزء خاص بالعلاج، خاص بمعنى الرحمة اللي بيجسده هذا المجمع الإنساني والمعماري والفني. المدرسة كان فيها أقسام مختلفة لعلاج الأمراض. إحنا دلوقتي في صميم المدرسة المستشفى أو البيمارستان كما كان يسمى. كان فيه قسم لعلاج الأمراض العيون، وخصص له مكحل، كان الطب الخاص بالعيون اسمه الكحالة، وكان في جراح بيخدم على الطلبة الملحقين بالمدرسة وعلى الفقراء. كل العناية كانت منصبة على الفقراء وعلى الأيتام وأهل السبيل الذين لا مأوى لهم. أيضا كان فيه جزء خاص بالعلاج النفسي، كان موجود في بيمارستان مدرسة السلطان حسن، وكان في قسم أكبر موجود في بيمارستان قلاوون اللي كان فيه علاج مستشفى في النحاسين بتعالج فيه كل التخصصات، إلى أن أصبح مستشفى متخصص في الرمد منذ عام 1910، وهو الآن من أشهر المستشفيات المتخصصة في الرمد. المكان هنا بيوحي بالمعنى اللي أنا قصدته وهو الرحمة، يعني العمارة كلها من أجل الخير ومن أجل العبادة، لكن بيلحق بها أيضا ما يتصل بصحة الإنسان أو ما يتصل بأعمال البر. من أعمال البر في هذا الجزء اللي هنشوفه، كان في مغسلة للأموات. حصل في نهاية هذا الجزء هنا طبعا المستشفى وأقسامها، وكان في مرضى بيقيموا يكفل لهم الطعام والغذاء وكل ما يوفر العناية بهم. في نهاية هذا المكان كان في مغسلة للأموات. حصل في عهد السلطان حسن وباء خطير جدا اسمه المشهور في كتب التاريخ بالوباء الأسود، لأنه كان بدأ في أوروبا وامتد إلى الشرق، وكان بيحصد يوميا آلاف الأرواح، فما كانش فيه وقت للعناية بالموتى. فأحد الأمراء أنشأ هنا مغسلة كان بيتم فيها تجهيز الموتى وتشييعهم تشييع كريم. هذا الوباء كان بيتكرر دايما في مصر، وكان بيرتبط بنقصان النيل، يعني في السنوات اللي بينقص فيها النيل لا يصل إلى 16 دراع اللي هو حد الوفاء، تختفي الغلال وتبدأ المجاعة وسرعان ما يبدأ الوباء. كانت الأوبئة بتتكرر بشكل دوري، ولكن هذا الوباء الأسود اللي حصل في عصر السلطان حسن كان من أشهر الأوبئة. وطبعا الطاعون ده مرض اختفى دلوقتي، ما عادش موجود. من الحكايات الغريبة اللي أنا أذكرها من ابن إياس إن في هذا الوباء فيه عائلة أفنيت بكاملها ما عدا رضيع، وبعد عدة شهور اكتشف الجيران إن هذا الرضيع ما يزال على قيد الحياة، وكانت ترضعه كلبة من الكلاب اللي متربيين في البيت، كلبة أنثى. كان هذا الرضيع
بيعيش من لبنها. ده من الحكايات اللي ما انساهاش ابدا من ابن اياس واللي حصل في العصر المملوكي. على اي حال واحنا بنستعد للخروج بيتجسد هذا المعنى اللي بتتجسد فيه الرحمه من خلال هذا الدمار الثاني.